سمعني الكلام هي واحدة من المساحات اللي حنتعرف من خلالها على شاب فنان قدر إنه يصنع خطوات ثابتة وقاعدة جواهرية ثابتة. الدنيا يا ناس تنقسم، الفرحة تملاها وتزاغري فيها والشوق ترتسم. اسمي علي الشيخ علي، من ولاية الجزيرة، منطقة طيبة الشيخ كمال الدين. يعني تأثرت من بداياتي كده بالجو الصوفي والمدايح. سلامك ما هو من قلبك، سلام زول أنا علي مجبور، وليه يا القمر تكسي علي ومن دنياي تشيل النور. انت جيت من السعودية مخصوص عشان تيجي تغني؟ الغريب ان انا كنت محظوظ في اليوم ده. لكن ما تخوفت من فكرة الغنى الخاص، حاسة انه بديت بدري شوية؟ الكلام اللي قدمته للناس هو اللي قبلتني به، فكلام كله يعني ما كان فيه حاجة كده مبتذلة او غنى زي ما بيسموه هابط. نفسك تغني دويتو أو ثنائية مع مين؟ والله والاختيار صعب. خاطرني يحكي برا قلبي داد إسحابة، ونفذ قلبي زي لف فرحة الأبابة. تعاملت كيف مع الانتقادات؟ أنا ما قاعد أترد بالنجاح بس. النار ولا يا بلون النار ولا